وكالعادة مشاهدينا نبدأ معاكم حلقة اليوم بأبرز وأهم التغريدات المميزة واللي نالت على تفاعل الكثيرين عبر منصة تويتر. أول تغريدة معنا من حساب عناد العتيبي: وسط الأحياء العشوائية وأمام مساكن العمال، المسح النشط والميداني لا يتوقف، جهود خرافية على مدار 24 ساعة، قواكم الله. فعلا شفنا في الأيام الماضية جهود جبارة من قبل وزارة الصحة يقوم فيها فرق المسح النشط. هؤلاء هم الأبطال الحقيقيين اللي بيقدموا كل اللي يقدروا عليه للحفاظ على حياة الناس، ومن خلال عملية المسح الميداني ظهرت العديد من الحالات المصابة بفيروس كورونا، وبإذن الله يعني سرعة الكشف عنها راح يحد من انتشار وتفشي هذا الفيروس، وأيضا زيادة عدد الإصابات في الفترة القادمة بإذن الله. كل الشكر لأبطال الصحة ولكل منسوبي وزارة الصحة. إلى التغريدة الثانية من حساب الدكتور أحمد عمار: لأجل صحتكم لن ننتظر وسنطرق أبوابكم. خلونا نتابع معاكم هذه اللقطات وارجع لكم. الدولة على تقديم الرعاية الصحية لكل مواطن ومقيم، هذا بالفعل أمر نفخر فيه، وزي ما شفنا في اللقطات الماضية قد إيش هي الجهود المبذولة للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا. كن مطمئنا سيصلون لعندك لتقديم أي خدمة طبية تحتاجها، وبنفس الوقت أبطال الصحة كلهم في خدمة الوطن الآن، كونوا مطمئنين. إلى التغريدة الثالثة من حساب ثقافتنا هويتنا: سعيا لاستثمار فترة العزل الوقائي تطلق وزارة الثقافة مبادرة فيلم الليلة التي تحتفي بمنجزات صناعة الأفلام السعودية، وتنشر خلالها فيلما سعوديا واحدا كل ليلة، هاشتاغ ألزم بيتك. الصراحة ما تقدمه وزارة الثقافة خلال هذه الفترة هو أمر ملفت للغاية وجميل في نفس الوقت، بتعمل على بث الفرح في قلوب الناس وهم في منازلهم من خلال مبادراتها، ابتداء كان من لقاء الفنان عبد المجيد عبد الله وماجد المهندس، وحتى هذه اللحظة اللي بنشوف فيها الإعلان عن فيلم لكل ليلة. تلك الأفلام السعودية تستحق فعلا بمشاهدتها أو يشاهدها الجميع، ويرى صناعة الأفلام السعودية اللي اليوم إلين وين وصلت في هذا الوطن، وأكيد تحياتنا لوزارة الثقافة على هذه المبادرات. شكرا لكم من القلب. إلى